السلام عليكم. انفيديا عاملة عظمة، عاملة حاجة كده في الذكاء الاصطناعي، بيحسن لك الفيديو وبيحسن لك الصوت، كل ده في الوقت الحقيقي في الريل تايم. يعني من ضمن الحاجات ان انت ممكن تكون بتبص الورقة وبتقرأ منها وهو يحولها لك كأنك انت بتبص للكاميرا ومش بتقرأ من الورقة خالص. هو بيعمل حاجات كتير جدا، يعني مش ده بس، تمام؟ ده الاكشوال، وده العين خلاك كونتاكت متصلة مع الشخص اللي بتتكلم، فكده الناس تحس ان انت بتتكلم معاهم اللي مش بتقرا من ورقه او مش بتبص ناحيه تانية، فبيعدل لك النظره بتاعت العين. في حاجه كتيره جدا عاملينها بالذكاء الصناعي رهيبه، ويشيل الضوضاء ويشيل لو في اي صوت موجود بيعمل اوديو افكت في نفس الوقت، وفي طبعا اوجمانتد رياليتي رهيب. يعني انت هنا مثلا ملاحظ ان هو بيقرا من ورقه، لا كده انت شايف كان هو بيبص في عينيك انت. ف تطور واحد يعني، فان شاء الله تلاقيه في كل البرامج قريب.